بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدات والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيكم بحلول شهر رمضان الكريم، وهني كل الأمة السودانية، وندعو الله بكرامة هذا الشهر أن يبلغنا العيد وقد فرج عنا وشعوب الأرض هذه الكربة وأزاح عنا بلاء جائحة الكورونا. لكن الأيام دي حتحمون نفسكم وأسركم وأصدقائكم وجيرانكم، فألزموا البيوت. هذا هو يعني مفروض نحن فعلا نلتزم بهذا. دي أول حلقة من برنامجكم الأسبوعي الرأي شنو، وحيكون كل أحد الساعة 10 ل 11 مساء أيام رمضان. رؤية البرنامج ده يعني دي المقدمات الأولى بتاعته، إنه نوصل صوت المواطن بشفافية واحترافية وبساطة وبمصداقية. رسالة البرنامج هو برنامج حواري تفاعلي يهتم بالقضايا اللي بتهب الشعب، وهو منكم لينا ومننا ليكم. هدفنا هو نقوم بتحقيق الرسالة عبر محتوى جيد وشامل. الحلقات الأربعة الأولى حتكون عن الأسعار والحياة المعيشية، وحنتناول القضايا في البرنامج عشان نفهم تفاصيل القضية من رأي الناس، من الشعب صاحب السيادة. دي الحلقة الأولى. الحلقة الثانية حتكون عن المنتجين المباشرين اللي بينتجوا لنا الأحم والبيض والطماطم وكل شيء. الثالثة مع المصنعين. وبعد ده كله حنجي نخد كل الأفكار والآراء من كل قطاعات الشعب اللي بتعمل في القطاع بتاع الحياة المعيشية، حنخده قدام المسؤولين التنفيذيين ومتخذي القرار عشان نساعدهم في إيجاد حلول. وطن بل فيه نساوة، نحلم نقرا نداوة، مساكن كهرباء وموية، تحتنا الظلمة تتهاوى. حنشوف مع بعض تقرير أولي، حيصاحبنا في هذا التقرير اللي بيحصل في الوطن، تقرير عما يحدث في الوطن. حيتابع معانا دكتور ياسر مرغني، الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك. نشاهد التقرير ونرجع نتكلم مع دكتور ياسر. شهدت البلاد في الآونة الأخيرة صفوفاً متراصة للمواطنين أمام المخابز وطلمبات الوقود ومجمعات السلع الاستهلاكية والغاز، مما خلق نوعاً من الهلع وندرة لبعض السلع. انطلاقاً من تلك المعاناة، تحركت كاميرا البرنامج إلى أماكن التجمعات لاستطلاع المواطنين عن الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم ثباتها وتوفرها، ومن المسؤول عن ذلك وآفاق الحلول. الحاجة الكويسة إن الشعب السوداني واعي لفكرة إنه الأزمة دي ما جاية من الرئاسة أو كذا، الأزمة دي جاية لأنه يعني المطار مقفول، فما في طريقة تجي عن طريق السلع، ولحد ما السودان يطلع من قائمة الإرهاب، والحمد لله رئيسنا شاد حيل والحمد لله، لحد ما يطلع السودان من قائمة الإرهاب ما في طريقة إنه الناس غير إنه الناس تصبر، والله يصلح الحال إن شاء الله. كل زول بيشتري بسعره، كل زول، وفي حاجة اسمها جشع التجار، فالحاجة دي بيضبطوها رئيس السلع الغذائية، وبيضبطها المدير بتاع المدير الاقتصادي الشؤون الاقتصادية السودان، وبيضبطها زي ما عمل أسي في سوق 10 هنا قائمات للأسعار. لو الحاجة دي استمرت وتمت بمراقبة أكيد الحكاية حتتصلح إن شاء الله. يرى بعض المواطنين أن تجاوز الأزمة الخاصة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يتطلب دورا فاعلا للحكومة واتخاذ حزمة من القرارات المتعلقة باحتكار التجار للسلع وخلق الندرة لبعض السلع الحيوية كالدقيق والسكر والغاز. ويرى البعض أن علاج الأزمة يحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجان المقاومة بالأحياء والقوات النظامية المختلفة. نحن بنناشد وزارة الطاقة إنها مثلا في الجدول بتاعها بتقول يا أخي كل الشركات متوفرة، بنجي هنا بنلقى إنه الشركات ما متوفرة، بنقف صفوف. نناشد مدني عباس مدني، الكلام ده يا أخي ده غلط، ما في أسعار ثابتة في السوق، السوق ده أسعاره ما ثابتة نهائي.
خمس دقائق تلقاها جنب بعض بتلقى اسعارها ما واحد نهائي. الحاجه دي ما شغلت تكون قاعد في مكتبك ورقه وقلم، امشي شوف الشارع ده، شوف متطلبات الشارع، كن عندك ناس تستكشف، شوف الدكاكين، تشوف البقالات، تشوف الحاجات دي طالعه كيف. سوى في اللزمه التاجر وعدم المراقبه، ما في اي رقابه، المفروض تكون في رقابه لاي حاجه. الحلول بتجي من الحكومه، بتجي من المواطن، الناس تتكاتف مع بعض. رصدنا تجارب مميزة لشباب لجان المقاومة في بعض الأحياء بمنطقة البراري، حيث أنهم قاموا بوضع قائمة بأسعار السلع لتصبح ملزمة للجميع على أن تتم مراقبة تطبيقها بواسطة اللجان والقوات النظامية. هل ستنجح هذه الجهود في وضع حل جذري للأزمة؟ هل قفل ومراقبة الحدود لمنع التهريب يحد من ندرة السلع؟ هل هناك آفاق لوجود آلية لمراقبة حكومية لتفعيل وتوصيل السلع الأساسية إلى الولايات المختلفة؟ وهل الأزمة مرتبطة بآلية المضاربة بالعملات المحلية؟ المشاهدات المشاهدين، شاهدنا معكم هذا التقرير، و حنمشي لدكتور ياسر نشوف رايه شنو في هذا الموضوع. دكتور ياسر مرغني، السلام عليكم ورمضان كريم. الله أكرم ونصوم نفطر على خير، وأنا سعيد جدا بالإطلالة في برنامجك وبالإطلالة الأولى لبرنامج الرأي شنو، وسعيد جدا بعودة قناة الشروق ويسهب الأشخاص وتبقى ويبقى الوطن، وسعيد جدا ببرنامجك وفعلا الرأي شنو. أهلا بك. نحن قابلنا بشكل يعني سريع كده، قابلنا عدد من أفراد الشعب من المواطنين، وتقريبا يعني تراوحت العناوين اللي تكلموا عنها، يعني في ناس بيتكلم عن إنه في مشاكل في السودان، مطار مقفول، نحن تحت قائمة الإرهاب، لازم نصبر، بيتكلم عن جشع التجار، عن تقصير المسؤولين في إنه ما فيش أسعار، احتكار التجارة، خلق الندرة، وبعدين في كلام عن تضافر الجهود، وإنه في يعني كلام مباشر لوزارة الطاقة، وحتى في تعرض لوزير التجارة إنه والله مفترض يعني تعملوا كده، ويعني إنه تقدموا حلول. دكتور ياسر، أنت يعني غير إنه الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، وده طبعا بيدخلك في كل القضايا اللي قلناها دي كلها، هي طبعا بالنسبة لكم يعني متكررة وبتقال كثيرا يعني، لكن أنا في الحقيقة سؤالي الأول يعني مع أنه الشخص اللي تكلم يعني أو الشابة اللي تكلمت هي قلقة من الكورونا، لكن رغم ذلك بنجد في ناس بيمشوا الصفوف، يعني صفوف البنزين موجودة، صفوف الغاز، صفوف العيش، وبيتكدسوا فيها. يعني الظاهرة دي كده حاول تديني لها تبرير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نحن إجراءاتنا الوقائية وطبنا الوقائي هو اللي بينقذنا، لأنه نظامنا الصحي لسه ما تصلح، لسه هو النظام اللي ورثناه يعني. عشان كده لما يقول لك خليك في البيت يعني ما قالوا ساكت، اضطريت جيت الطرمبة تشيل بنزين، أعمل احتياطاتك، أعمل المحاذير اللي قالوا لك، رغم أنه ما في سبب يخلي الناس تجي الطرمبات، وطالما اصلا في حظر الا الناس المضطرين، الكوادر الطبيه الشغالين، الناس شغالين في الطوارئ. نفس الحكايه الغاز، ما في سبب للتزاحم ده، لازم نشيد اشاده قويه جدا جدا ببعض يعني الخدمات والتغيير اللي عملوا جهد خرافي في بعض الاحياء وريحوا الناس وسلموهم اسطواناتهم في بيوتهم وسلموهم العيش في بيوتهم. نحن مهم جدا جدا نتكلم عن المساله دي، مساله الصفوف مساله يعني مشينة بالنسبة لنا ومخجلة، لكن الوقاية خير من العلاج، الوقاية للكورونا هو الأساس. أقعد في بيتك أعمل احتياطاتك يا أخواننا، الأعداد ماشية متزايدة ونحن كلها أسبوعين نقعد في بيتك عشان نطلع صح، أقعد في بيتك عشان تطلع صح، نبتعد عن المسألة دي. المسألة أصلا ما هي
يعني معارضة أو حكومة، الكورونا ما بتفرز أصلا، عندك رأي في الحكومة، عندك رأي في الوزير، ده ما هو وقته، ده الوقت الآن وقت كل الجهود تظهر مع بعض. أنا سعيد جدا بالمبادرات السودانية، سعيد جدا بالمنصة حقت كورونا وهي اللي أنقذتنا، سعيد جدا بتحرك المجتمع المدني كله في حكاية الكورونا، الحكومة براها ما بتقدر، لازم المجتمع كله يتضافر من أجل الكورونا. الكورونا دي أخواننا خطرة، والكورونا دي غلبت دول ذات نظام رغابي صحي منضبط، هزمت دول ذات نظام صحي يعني يفوقنا بعشرات المرات. عشان كده أقعد في بيتك، أحفظ المسافات، أبعد من بعض، ما نصافح وهكذا. أنا يعني أؤيدك جدا فيما قلت، ولذلك إحنا استضفناك عبر تقنية الهاتف المرئي عشان نلتزم بهذه الإجراءات. طيب يعني في يعني في إلقاء المسؤولية على يعني دائما الناس بيلقوا المسؤولية على الحكومة، أنا في الحقيقة عايز يعني تتطرق لي للمبادرات، يعني ما هو الحكومة عندها شغل وفي مبادرات كثيرة، من ضمنها جمعية حماية المستهلك عندها مبادرات يعني، فكيف نحن نخلي الناس يحسوا إنهم جزء من الحل مش جزء من المشكلة؟ أصلا المجتمع المدني هو الذي يقود الدنيا ويقود الحياة عندنا في الساهنة، المجتمع المدني هو الذي يقود الدولة، ودائما نحن أسرع من الدولة في حركتنا، والدليل على ذلك الآن منصة الكورونا الموجودة في قاعة الصداقة 24 ساعة، الناس اللي بيبيتوا فيها، نفس الحكاية لجان الخدمات والتغيير الآن، هم الآن نحن قاعدين في الاستوديو هنا، هم الآن شغالين في وزارة التجارة بتنظيم المسألة دي، الآن كل الأسر استلمت سكر أو حد يستلم سكر 10 كيلو ب 530 جنيه، فرقوا من السوق 230 جنيه او 320 جنيه، لانه في السوق الليله ب 850 جنيه، ده كله عشان خاطر المستهلك ده يستحق، والمواطن السوداني يستحق، والجشع ده ما عنده مبرر ولا له اي سبب، يعني ما يعني ما يعني اصلا الجشع الموجود ده هو يعني بعض التجار صراحه يعني ما عندهم اي انتماء للوطن ده ولا بنحس بهم ذاته، في نفس الوقت هنالك بؤر مضيئه، رجال اعمال وطنيين دفعوا مليارات وموجودين الان 24 ساعه في منصه الكورونا في قاع الصداقه ويقدمون الغالي والنفيس من اجل هذا الشعب. انا عايز اقول انه في مبادرات كثيره جدا جدا، خليك في البيت، دي مبادره بتاعت انه الان بوصلوا لك يعني الخدمات والتغيير، بوصلوا لك الخبز وبوصلوا لك الغاز حد بيتك، لكن في بعض الجشعين والمضاربين الان، والدليل على كده بكره الساعه 10 صباحا عندنا اجتماع، احنا لجنه بتاعت معاش الناس، انا ممثل فيها جمعيه المستهلك، وفيها الوزير، فيها مدير النفط، وفيها مدير التوزيع، وفيها وزارة التجارة، وزارة الصناعة والتجارة، وفيها برنامج سلعتي، وفيها مجلس مركزي للحرية والتغيير، ده كله من أجل راحة المستهلك ورفاه المستهلك. أنا عايز أقول إنه دي أزمات نسأل الله إنها تنتهي سريع وتروح ويبقى الوطن. نحن بنقول إنه أي زول عنده دور حماية المستهلك مثل الجميع، أي زول عنده دور، طالما عندك دور أعمل دورك، ومن أفظع ومن يعني من أكبر أخطاء الإنسانية إنك تطالب بحقوقك دون ما تعمل مسؤولياتك، زي ما عندك حقوق عندك مسؤوليات المفروض تعملها. نعم. التقرير بتاعنا أشار لتضافر الجهود، أعتقد ده أنت وضحته بشكل واضح. نعم. بس يعني برضو عايزين نعم. نسأل يعني في خصوصية، يعني لأنه أنت أمين عام للجمعية، إنه الجمعية دور شنو في إنها تعمل تضافر الجهود؟ يعني أنت قلت بكرة في اجتماع، طيب لكن نعم. احنا عايزين يعني نعم. نفهم الدور ده بتوسع شوي جدا. اصلا المجتمع المدني ده قائم على التوعية القائمة على البراهين، انتوا بيسموها يا دكتور عمرو عندكم بالانجليزي evidence based advocacy، التوعية القائمة على البراهين. احنا بنقول انه في تجارب الدول كلها، ما في دولة في الدنيا فيها 13 شركة بتوزع غاز، ده فساد نحن ورثناه من عهد بائد، يجب انه يكون عندنا فيه راي واضح. نحن نحتاج لشركه واحده، شراكه بين الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع في كل الدول المحترمه دي، بيسموها جي ال سي، جوفرمنت لينك كومبانيز، الشركات المتعلقه بالحكومه او المرتبطه بالحكومه، شركه واحده بتتولى موضوع الغاز ده، والغاز هو سلعه خدميه
تتصل هاتفيا يجيبوا لك لحد محلك ويغيروا لك الاسطوانه حقتك. ما في سبب يخلينا نحن نمتلك 12 قنبله موغوته جوا بيوتنا عشان ليله تقى الغاز ما في ولا ليله غاز فيه. الليله والله جاء برسي وبكره جاء النيل وبعد بكره جاء قادره وجاء سندس وجاء امان وجاء غيره. نحن بنقول انه ده التوعيه اللي بنقول الجمعيه بتقول في الاجتماعات الزي دي، بنقول انه لازم تكون عندنا شركه واحده حقت غاز. بنفس الغدر بنقول انه الخبز يكون متوفر في المحلات الكبيره وفي الدكاكين. اي زول عنده مطعم ولا عنده فندق لازم يكون عنده مخبز داخلي قدر، وهكذا. نحن بنقول انه دي كلها توعيه تحريضيه بنحرض المستهلك يشيل حقوقه، في نفس الوقت بندي الدوله الراي الحقيقي. نحن بنقول الحقيقه للحكومه، telling truth to power. دي محاضرات حضرناها في المنظمه العالميه للمستهلك، انا ممثل فيها السودان، وحضرنا منها كثير جدا. نحن دورنا نقول الحقيقه ساطعه. الان مثلا عندنا ازمه حايمه حاصله في اليومين دي بتاعت الملابس المستعمله والمستعمله، احنا بنقول انه بنرفضها عشان صحه المستهلكين، بنرفضها عشان انه النازحين واللي بيستحقوا انسانيه احسن من كده، بنرفضها عشان الترزيه وعشان نطلع شريحه كبيره جدا جدا، بنرفضها عشان انه بنحارب الصناعه الوطنيه حقتنا بتاعت النسيج، وهكذا. دي كلها توعيه قائمه على البراهين. بنقول الكلام ده نحن ما بنقوله عبطا، بنقوله عشان خاطر انه وطننا ده يزدهر ويرجع الى سابق عهده. نحن بنقول انه المستهلك الان استهلك في اشياء واستهلك في نظام راسمالي جشع لا يراعي للمستهلك ولا يراعي لحقوقه. نحن بنقول انه المستهلك من حقه العيش في بيئه صحيه سليمه خاليه من المخاطر، المستهلك من حقه التعويض، من حقه الحاجات الاساسيه، والاساسيه دي بنتكلم عن التعليم والصحه والمسكن والمأوى وهكذا. نحن بنقول انه القصه دي لن نسكت عنها ولن نتوانى جهدا في اننا نقول الحقيقه للحكومه وندافع عن المستهلكين الى اخر يوم في حياتنا ان شاء الله تعالى. عايز اضيف للقائمه بتاعتك المياه النظيفه، يعني دي من الاشياء يعني نعم المتطلبات. طيب يعني احنا نقدر نفهم كده انه الجمعية السودانية لحماية المستهلك غير من المبادرات، يعني احنا بنذكرها بس بالتخصيص لانه يعني معنا الامين العام، لكن نعم المبادرات كثيرة زي ما واضح. انها هي بتلعب صحيح دور تقريبا رقابي وبتقدم بدائل وحلول، يعني مش مجرد انه لا والله نحن ما دايرين ولا لا، يعني انتم بتقدموا بدائل وحلول وبتدرسوا نعم وبتورونا نعم يعني ما هو موجود في العالم، يعني التجارب الناجحة في العالم نحن عايزين نعم نجيبها هنا بعد الثورة دي. نحن عايزين نجيب كل ما نعم هو ناجح وكل ما هو بيؤدي لخير هذا الشعب نطبقه. فأنا أفتكر يعني أنت قدمت يعني فعلا المبادئ نعم الأساسية، لأنه المستهلكين اللي أنتوا بتدافعوا عنهم هم برضو مفروض يكونوا جزء منكم ويدافعوا عن حقوقهم زي نعم يعني عن طريقكم مش كده، وعن طريق أشياء أخرى زي ما أنت ذكرتها يعني. شكرا نعم الله يسلمك يعني نعم شكرا جزيلا. العالم كله نعم اتفضل أنا معك. العالم كله الآن بيتكلم عن أهداف التنمية المستدامة. تفضل 17 الاس دي جيز نمرة واحد فيها الفقر. انا كيف اطلع الناس من الفقر وانا داري اجيب لهم ملابس جاهزه بدل ما اعلمهم كيف يخيطوا القطن حقنا الموجود وكيف يخيطوا الجديد وكيف يخيطوا كده، واطلع شريحه كامله اسمها يعني ناس بيسترزقوا يوم باليوم ترزيه وهكذا. نفس الحكايه الجوع، انا كيف اتكلم عن الجوع ولسه انا عندي مشاكل لسه في الخبز وناس بتتكلم عن رفع الدعم. احنا بنقول انه دي حاجات ما انسانيه وهكذا. بنتكلم عن المياه النظيفة، بنتكلم عن الصحة والتعليم. نمرة 1 2 3 4 في الأهداف المستدامة هي القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، التعليم الجيد والصحة الجيدة والرفاه. لاحظ كلمة الرفاه دي، أنا عندي ثورة عظيمة قامت، عندي شهداء ماتوا من أجل الرفاه. بعضهم لليلة البروفايل حقهم في الصفحة حقتهم في الفيسبوك مكتوب فيه عشان الحياة بعد ما تبقى أفضل. زول أداني دمه ومات عشان خاطر الحياة بعد ما تبقى أفضل ولسه الحياة ما بقت أفضل. ليه؟ لانه لسه في عراقل، لكن حتبقى افضل شاء من شاء وابى من ابى. نحن دورنا زي ما قلت لك نوعي المجتمع ده، ننهض به، نحرض يشيل حقه وبالقانون. بنفس الوقت بنتكلم عن انه لازم يكون عندنا تعليم مجاني، والحمد لله اللي عندنا الان وزير تكلم لنا عن المساله دي بشكل محترم جدا جدا، انه العام اللي قدامنا ده ان شاء الله تعالى في سبتمبر حيكون عام مجاني، وحبه حبه بنتخلص من النظام التعليمي الجشع
المسمى المدارس الخاصة ما كلهم سيئين، في مدارس سيئة جدا جدا يجب أنها تقيف. المدرسة دي مواصفة، المدرسة هي محل كبير جدا جدا، بتكلم عن 1500 متر، بتكلم عن أنه أي طفل في الفصل عنده مساحة بتاعت متر ونص، بتكلم عن أنه أي 30 طفل عندهم حمام، وأي 15 طفلة تلميذة عندهم حمام، وده كله ما موجود في المدرسة الخاصة. بعضهم أجر بيوت وعمل وهكذا. أنا عايز أقول للمستهلك من حقه بيقولوشه يشيل حقوقه، أموالنا حقوقنا، نحن دورنا نقول للناس إنه بأموالكم دي شيلوا حقوقكم. والحمد لله عندنا قانون، وقانون ذاته جانا بالدم، قانون وقعه الرئيس المخلوع يوم 31 يناير 2019، الوقت داك إحنا احتسبنا أكثر من 26 شهيد ربنا تقبله في الوقت داك. فالقانون ده جاب الدم، عشان كده حنطبقه برضو بأقصى عقوبات. القانون يتكلم عن عقوبات للمخالفين بمصادرة المحل وإغلاقه مؤقتا وإغلاقه بصفة دائمة وغرامة وسجن إلزاميات. القانون واضح جدا جدا، وإن شاء الله حننفذه بدولة القانون. موضوع الكورونا الآن وموضوع الحصر هو أخرنا من تعيين الأمين العام اللي هو الرجل التنفيذي الأول في هذا الجهاز القومي لحماية المستهلك اللي قام على دو قانون. أنا عايز أقول إنه أبشر الناس بإنه دورة الرفاه إن شاء الله هيتحقق، ويوم بيوم ومحتاجين نتكاتف كلنا مع بعضنا عشان ننقذ بلدنا من الدمار اللي حصل لها في 30 سنة فاتت. دكتور ياسر شكرا، حتكون معانا، حنتابع، حنشوف استطلاع يعني برضو قصير كده، وحنتكلم عنه، حنناقش كل القضايا التانية. المشاهدات والمشاهدين حنمشي فاصل قصير، خليكم معانا، ويعني إن شاء الله سنواصل في نفس الموضوع. المشاهدات والمشاهدين رجعنا لكم، و حنبدأ الجزء الثاني من هذه الحلقة، حنشوف فيها استطلاع لرأي الشعب. نحن قلنا هذه الحلقة هي حلقة الشعب صاحب السيادة، وعايزين نشوف رأيه شنو في المعيشة وفي الأسعار، ومختلطة مع الحظر الشامل ومشاكله وهكذا. نشوف مع بعض، وحيكون معنا دكتور ياسر مرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، وحنتكلم عن هذا الاستطلاع، استطلاع رأي. نشوف مع بعض. توفر كل الأساسيات وبأسعار معقولة بالنسبة في الأحياء، يجيبوا الأسعار، يجيبوا المواد زي الدقيق والسكر والزيت والغاز بأسعار مخفضة لأن المرتبات ضئيلة. توفير الجمعيات التعاونية في الأحياء هي حل الجذري لشنو؟ لأنه الناس بيشتروا من الأحياء وما بيمشي بيشتروا من التجار، فبيكون في يعني في تيسير لشنو للمواطنين في الحالة دي. لجان المغامرة هذا والله شغالة شغل، تمشي تشوف الدقاكين وتمشي تشوف الحاجات، ما في احتكار للسلعة، في دقاكين بتحتكر السلعة، دارين رغابة بس دارين رغابة الجهاد المعنية. نحن لينا سنة من ثورة عظيمة، ولينا حل جذري للمسألة دي، يعني الشعب ده ما بيقدر يصبر أكثر من كده. يعني أول حاجة أنا قاعد أعاني من الغاز، أول حاجة الغاز ده على الأقل عشان الناس شهر رمضان جاي يوفروا. ثاني أبسط حاجة يعني ما ممكن نحن الليلة كله منغمد نلقى السوق نازل، بالناشد الحكومة إنه شنو التقيف مع التجار ديل، يعني إحنا الليلة سكر غالي، الدقيق غالي، يعني نحمد الله إنه حسا العيش وفر لنا، يعني نتمنى من الحكومة إنها توفر لنا المواد الثانية لأنه دي شهر عظيم. الواحد تعبان غلبان في أمره، يعني لا قادر يمشي البيت، لا قادر يقف صف، يعني لا قادر يمشي الفرن يجيب عيش، لا قادر، ما قادر يعمل أي شيء. يعني أنا من صلاة الفجر قاعد هنا، أنا ذنبي شنو ليه؟ في كم زي أنا ما بتكلم بنفسي، أنا براي في كم زي كده واقفين في الصف. والله نحن من الغاز بنعاني معاناة شديدة، تمشي الدكان أي حاجة هبيت تلقاها نار،
لان ده تشتري لك سكر يقولك السكر الكيلو ب 75، طير الغاز تجيب الساعه 8 ليه صلاه المغرب، امس قاعدين ليه صلاه المغرب ما لقينا غاز فوتنا نومنا، وبرضه يقول لك حظر التجول وما شايفين اي حاجه لينا نحن، لو في خدمات الزول اساسا من البيت ما بيطلع، بس نرجو منه انه يوفر لنا حاجاتنا السلعه الاساسيه لنا، وثاني ما بيقولوا اي محطه علينا. المشاهدات والمشاهدين، شاهدتوا معنا بعض الاستطلاعات. نحن بنعتذر طبعا لأنه في الظروف الحالية، ظروف الحظر الشامل والحركة الضعيفة، طبعا نحن عملنا هذا الاستطلاع في الخرطوم. مفترض كان طبعا هذا الاستطلاع يكون موجود في كل الولايات، ونحاول نغطي أكبر عدد من وناخد آراء الشعب السوداني في مناطقه المختلفة، لأن كل منطقة بتختلف عن المنطقة الثانية وعندها ظروف وكده، ولكن القضايا هي تقريبا تقريبا واحدة، يعني يمكن الاختلاف بيكون في الدرجات، لكن هي نفس القضايا دي حنلقاها في كل مكان، يمكن في هنا وفي في في الولايات. بنرحب عبر تقنية الهاتف المرئي بدكتور ياسر مرغني الأمين العام الجمعية السودانية لحماية المستهلك. ودكتور ياسر أهلا بك. أهلا بك. طيب نحن في الحقيقة عملنا استطلاع في تقريبا في منطقة بري، منطقة بري، وفي ناس اتكلموا عن المشاكل وفي ناس اتكلموا عن الحلول، في كلام عن مشاكل الغاز والعيش وانه ساعة الانتظار الطويلة وكذا، وفي ناس يتكلموا عن 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 كيف مقدر نحل القصه دي. انا في الحقيقه داير في الاول نتكلم تاثير الازمات دي على الشعب السوداني، انتم شايفين شنو من موقعكم كجمعيه حمايه المستهلك؟ طيب شكرا جزيلا. نعم كويس انه الاستطلاع في منطقه بري. انا اول حاجه داري اشيد بلجان الخدمات والتغيير في بري، لانهم اكثر منطقه الان في بعض الاحياء، بري ابو حشيش وبري وصلوا حتى الكويت، بيوزعوا الخبز في البيوت وفي من مخبز واحد فقط اشتغل 24 ساعه دول كميه، ودي تجربه يجب انها تعمم، التجربه بتاعت المخبز عم بيصير يجب انها تعمم ولازم نشد بيها، عشان كده قلناها بالاسم كده، لانه قفلوا الشباك وشغالين مع المقاومه 24 ساعه بيوزعوا الخبز في كل البيوت، ده مجهود خرافي. انا عايز اقول الازمات موجوده وفي الاطراف اكثر من ناس بيعانوا اكثر من كده يا دكتور عمرو، اكثر من كده كثير جدا في الاطراف. وانا عايز اقول انه المستهلك بتاع وسط الخرطوم ده الان بيلقى سعر وأزعار بسعر معقول وأزعار بجودة عالية جدا جدا. المستهلك اللي قاعد في الأطراف في الكلاكلة وفي سوق ستة وفي صابرين وكده بيلقى سلع رديئة ومواصفاتها رديئة جدا جدا بأثمان عالية جدا جدا. ليه؟ لأنه أثرياء الأزمات وأثرياء الحروب وأثرياء حظر التجول، ما عندهم أي علاقة ب إنسانية، ما عندهم أي علاقة بأخلاق، ما عندهم أي حاجة، عشان كده لازم يردع بالقانون، الزول ما عنده ناي يردع بالسلطان، ما عنده علاقة بالناي يرزع تماما. أنا عايز أقول إنه الأزعار حتنتظم، الآن فعلا الناس بيعانوا منها حتنتظم، بكرة الموضوع بتاع السلعة ال 13 اللي حددتها لجنة معاش الناس حتنزل لبعض الخدمات اللي سجلت في وزارة الصناعة والتجارة في الاجتماع ولا خرطومنا في الاجتماع الأخير، هتجي للميادين حددوها هم كل لجنة حددت، في لجان عندها قروش اشترت عملت في مخازن وفي دكاكين في الحلة في الحي، وفي في بعض اللجان أنا جزء من الشغل ده، في بعض اللجان حددت ميادين كلهم الليلة عرباتهم بتاعت الشركات حقت عرباتهم دي حددوا لها محطتين حقت وقود عشان يكبوا لها كل الشركات دي، بكرة وبعد بكرة هتنزل للميادين حددوها دي،
والناس حيلقوا سعر من المنتج للمستهلك مباشرة، وحيلقوا سعر من المزرعة للمائدة، لأنه في بعض المنتجين الزراعيين خشوا معهم والجمعية التعاونية الزراعية خشت معهم. يعني ده من المنتج للمستهلك مباشرة ومن المزرعة للمائدة مباشرة من غير أي وسطاء، والناس حيشوفوا الفرق، الفرق 30 إلى 40 جنيه في معظم السلع. وجربوها الناس الليلة كان في سوق في محط في مربع 10 في الرياض، ومبارح كان في مربع 8 وهكذا. كل لجنة حقت حي حددت دايرة شنو ودايرة تتعامل كيف. أنا عايز أقول برضو نفس الحكاية، الموضوع ده لا ينفصل عن الخدمات، وأنا أقصد بالخدمات التعليم والصحة، وأقصد بالصحة التأمين الصحي. نحن كجمعية قدمنا مقترح محترم جدا جدا، وقدمنا لمحافظ بنك السودان السابق، وقدمنا له من يناير إنه البطاقة القومية حقتنا الواحدة دي، البطاقة القديمة حقتنا دي اللي فيها شريحة تعتبر الخبراء بتاعين الجمعية والخبراء بتاعين التغنية والخبراء في شركة الخدمات المصرفية ABS قالوا يمكن ذلك، تعتبر بطاقة بتاعة دفع إلكتروني، تعتبر بطاقة بتاعة تأمين صحي. أنا أجي خاشي المستشفى أتعالج مجان وأمرك. القصة دي عايزة جهد وعايزة وقفة كلنا مننا بعض، لازم نقيف مع بعض عشان ننجح. نحن ما عندنا طريقة في ثورتنا المجيدة دي اللي قدمنا فيها شهداء، قدمنا فيها شبان، قدمنا في ربنا يتقبلهم يحسن اليوم ويعني يعوض شبابهم الجنة. نحن قدمنا فيها شهداء ما بنرجع لورا، ما عندنا حل غير اثنين، يا ننجح تماما، يا ننجح. أنا بدوري أشيد بلجان الخدمات في كل يعني في أغلب السودان، يمكن في ناس يتقدموا شوية لكن كلهم حيصلوا لنفس الحاجة، لأنه كلهم عندهم نفس الرغبة في خدمة مواطنيهم. طبعا الكلام حول إنه في زي ما أنت أشرت يعني تجار الحروب وتجار الدولة العميقة، الكلام ده طبعا يعني زي ما قبل كده اشرت يعني بيتقال، لكن الايفيدنس فيه يعني ما واضح شديد. انتوا جمعيه ده يعني انتوا بتعرفوا خفايا هذه مثلا، يعني انا عايزك توضح للمشاهدين يعني الدور ده شنو بالضبط. يعني احنا لما نقول انه في ناس يفتعلون الأزمات، يعني في افتعال أزمات، يعني هي ما أزمات لأنه يعني الحكومة ما عايزة ولا الحكومة ما دايرة ولا ما بتوصل، لا يعني أنت أشرت لواحدة فيهم إنه توزيع الغاز كان مثلا 13 شركة نعم وهكذا. فأنا نعم. عايز أنت يعني تفتح لنا يعني شوية نور كده على الحتة دي جدا. والله المسؤوليه الاجتماعيه للشركات، المسؤوليه الاجتماعيه للشركات بتخليك انه انت مطالب بانك توصل سلعتك دي للمستهلك النهائي. لكن الان معظمهم عشان ما يعني عشان اكون منصفين، معظمهم الان استسهلوا الحكايه دي، بيبيعوا لشركه وسيطه او بيبيعوا لزول وسيط او بيبيعوا لسمسار يمتلك قروش، يبيعوا له سلعه بيخزنها للوقت المناسب. المساله دي للاسف الشديد وصلت حتى مرحله الدواء. أنا صيدلاني أقول الكلام ده، وأنا يعني زعلان أقول الكلام ده، إنه الآن بعض الزملاء الصيادلة أصحاب الشركات الواحد فيهم بيتعامل مع زول واحد ويديه كل الدواء بتاعه، وزول ده يقعد يتحكم في السعر. عشان كده بتلقوا الفرق في السعر من صيدلية لصيدلية مختلف جدا جدا، لأنه الشركة ما وزعته مباشرة. أنا الأوان إنه شركات التوزيع دي تنتظم، وزول الما صيدلي ما يشتغل شغل ما حقه ولا بعرفه، لأنه الدواء ده سلعة ذات خصوصية وعندها تاريخ انتهاء صلاحية وعندها تاريخ تعامل وعندها حاجة اسمها الاسترجاع. الدواء ما مطابق للمواصفات بعد تخزينه شهرين ثلاثة يتغير فيه واللون يتغير فيه أي حاجة، الوزارة الصحة بتقول لك اسحبه. أنت لما تبيعه لزول ساكت مواطن ساكت عنده قروش حتسحبه منه كيف؟ تعرفه كيف؟ بيكون توزع في أي حتة، بيكون مشى مروابة ومشى الجنينة ومشى زالينجي، كيف ترجعه كيف تسحبه؟ عشان كده شركات الزول ما صيدلي الآن بعد وصل عدد الصيادلة 22,000 صيدلي، نحن ما محتاجين لأي تاجر في المهنة دي، مهنة نبيلة يشتغلها. نفس الحكاية بعض السلع الثانية، نحن عايز أقول لازم نتعامل من المنتج المستهلك. المسألة دي حلها نهائي هو التعاون، التعاونيات. المشروع بتاع سلعتي هو مشروع استراتيجي، هو مشروع بتاع وزارة الصح وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة المالية، يجب أنه يرى النور. أي ناس بيسمعونا الآن عليهم أنه يكونوا جمعياتهم التعاونية.
الحركة التعاونية هي صمام الأمان وهي الحل النهائي حقنا. نحن ما بنخلي التعاون ده أصلا، وتاني ما في تهاون في التعاون، والتعاون ده من زمان، نحن من نحن أطفال صغار شفنا حركة تعاونية وشفنا البنك التعاوني وشفنا الحاصل كله. نحن أطفال صغار حفظونا على أنشطة التعاونية، وكانت السودان كان السودان بلد تعاوني، بلد جميل جدا جدا. ونتذكر حتى الآن نشيد التعاوني، مين تاتيت حبيت وريبيت، مين تاتيت حبيت وريبيت تعاون الحلة شايل البيت، مين تاتيت حبيت وريبيت تعاون الحلة شايل البيت، وهكذا. نحن نرجع لعهد الذهبي بتاع التعاونيات، نرجع للتعاون، لا تهاون في التعاون، ننفر التعاونيات القديمة كلها، نحيا من جديد تاني، ونعمل جمعيات تعاونية جديدة في الأحياء الجديدة قامت في كل السودان. أنا عايز أقول إنه الحل في التعاونيات، التعاون، الدول العظمى كلها قائمة على التعاونيات، بل حتى الأندية الرياضية الكبيرة جدا جدا قائمة على التعاونيات. يكفي إنه مانشستر يونايتد نادي تعاوني، وهكذا. الحل في التعاونيات عشان نهزم الجشع، وعشان نهزم تجار الحروب، وعشان نهزم الوسطاء، وعشان نهزم الجشعين والمضاربين بقوة الشعب السوداني وبقوة المستهلك المسكين. أنا في الحقيقة كنت يعني هقول لك الرأي بتاع أحد اللي استطعناهم. هو قال إنه الحل في الجمعيات التعاونية، يعني هو أشار لها وكان دقيق جدا في إنه الحل في الجمعيات التعاونية. طيب في الحقيقة أنت اتكلمت عن لجان المقاومة ولجان الخدمات، وخصينا بري لأنه الاستطلاع بتاعنا في بري، ولكن هذا لا يعني أنه نحن يعني ما نعم بنقدر نعم كل الجهود بتاعت كل اللجان. العلاقة شنو بينكم وبين لجان الخدمات؟ يعني شنو يعني في بينكم في شنو يعني كيف أنتم بتشتغلوا مع بعض؟ شكرا جزيلا، ده سؤال جميل جدا، نشكرك عليه دكتور عمرو. نحن الحمد لله الآن أوقفتنا فقط المحاذير حق وزارة الصحة من إنه نمنع القصة. عملنا 6 دورات تدريبية للجان الخدمات والتغيير اسمها الجديد، لجان المقاومة ممكن تجيب خدمات تغيير في التعاونيات، والآن عندنا أكثر من 240 إخصائي تعاوني تم تدريبهم ومنحوا شهادة من خبير التعاوني الدكتور محمد الفاتح العتيبي اختصاص التعاوني، يعني شايلين شهادة الناس ديل من أكسفورد يونيفرسيتي لأنه هو خبير جاي من أكسفورد يونيفرسيتي وعنده تعامل معهم. الآن عندنا أكثر من 240 إخصائي تعاوني في مختلف أحياء الخرطوم هنا، غير أنه هم بنفسهم كوزارة التجارة والصناعة وهو كمستشار للوزير للتعاونيات عمل دورة في الفاو، عمل دورة في حلفة، عمل دورة في بعض الجهات، وأكثر الآن عمل 22 دورة تعاونية، ودورة تعاونية 5 يوم يا أخواننا وأبجدات تعاون. الآن نحن شعارنا أعدوا التعاونيين قبل التعاونيات، عشان لأنه في يعني في فرقة كبيرة جدا جدا بين آخر تعاونيين ناس زاكي الدين ربنا طول عمرهم والدرديلي والجماعة ديل الاتحاد التعاوني القديم ديل، الآن 30 سنة هم يعني ما النظام البائد كان بحارب التعاونيات عنده فيها رأي وافتكرها ضد مبادئه، لأنه هم كانوا جشعين ودارين جشع ما دارين تكافل. التعاون ده تكافل، والتعاون ده قرآن، والتعاون ده هو الحياة كلها يعني. بالتالي هم كان مبادئهم بتتعارض مع القصة دي ومصالحهم بتتعارض مع التعاون. الآن جاء الوقت ان احنا دارين التعاون، التعاون ده هو صمام الأمان حقنا وهو حلنا النهائي. نحن كجمعية المستهلك عملنا دورات تدريبية مع التعاونيين، وشعارنا هو تجهيز التعاونيين قبل التعاونيات، وإن شاء الله التعاون ده حيرى الضوء. ويكفي إنه برنامج تاع سلعتي هو برنامج استراتيجي للحكومة الانتقالية، وإن شاء الله تعالى خلال شهر من الليلة الموضوع يكون اكتمل تماما. الآن بعض الناس سجلوا ونزلوا قوايون، أي زول ما عنده رقم وطني يعمل رقم وطني، أي زول عنده بطاقة قومية يعمل بطاقة قومية. نحن شاء من شاء وأبى من أبى حنتعالج في مستشفياتنا الحكومية ببطاقة حق التأمين الصحي، وتبقى هي البطاقة الشخصية، ما حنكتر أصلا البطاقات. ونحن قادرين جدا جدا إنه نعمل الشعب السوداني كله من التبرعات، زي ما عملنا قومة للسودان هنعمل قومة للتأمين الصحي، والقصة سهلة جدا جدا. وبال عندنا أطباء من هنا حيهم، أطباء سودانيين في أمريكا وفي إنجلترا عملوا المسألة دي، ويتزعمون البروفيسور محمد مطلع عبد الباقي وقال الكلام ده، وان شاء الله هنعمله، حيدفعوا هم المبالغ حق التامين الصحي لكل الشعب السوداني. طيب نعم. دكتور يعني واضح، يعني انا اول مره اسمع في حاجات بتتم لصالحكم نعم. وانتم جزء منا وحتبقوا جزء منا نعم كويس، لكن نعم. ده واضح انه نعم. في مش ما في لكن في غياب له، يعني احنا سلعتي سمعنا بها طبعا في كل الاسافير يعني،
لكن نعم. أنا أعتقد أنه في مهمة كبيرة عليكم، يعني مفروض يعني فعلا يكون عندكم استراتيجية. تفضل. نعم، القطاع الصحي، القطاع الصحي حتى الآن ما فيه يعني ثورة بالمفهوم بتاع ثورة، يعني احنا محتاجين لأنه كل المستشفيات الحكومية اللي دمرت واللي عطلت لصالح القطاع الخاص ولصالح ما في العلاج بالداخل، يجب أنه يعني نستغل جائحة الكورونا، نسميها سانحة الكورونا. السانحة دي هي مبادرة أطلقتها الجمعية السانحة المستهلك مع منصة الكورونا لتعمير كل المستشفيات الحكومية بعد انتهاء جائحة الكورونا إن شاء الله، اسمها سانحة الكورونا. السانحة دي حنبنيه، حنبني مستشفياتنا الحكومية كلها عشان تاني زول لما يمرض يتعالج في أقرب مستشفى حكومي له، وهكذا. أنا عايز أقول إنه سميناها سانحة الكورونا عشان نستغل فيها ما حصل لنا في الجائحة. الآن اكتشفنا إنه نظامنا الصحي تعبان جدا، إحنا لجأنا للطب الوغائي، لجأنا لإنه نقعد الناس في بيوتهم عشان نظامنا الصحي متهالك. من هنا تاني نكرر يا إخواننا، أقعد في بيتك ولما تطلع أطلع طلع صغيرة وتعال راجع، ولما تطلع أعمل كل المحاذير وما يطلع البيت كله وهكذا. والزول الماء محتاج للبنزين يخلي البنزين للكادر الطبي المحتاج له عشان يمشي يعالج الناس. مهم جدا نحن نعلي قيمة الإيثار يا دكتور عمرو، نعلي قيمة الإيثار، نعلي قيمة نحن على الأنا. يعني ده تعبير جميل جدا، يعني سانحة الكورونا، يعني اللي هي خلق الفرصة. نعم. من التحديات، يعني أنت عندك تحديات. نعم. تخلق منها فرصة. نعم. لتحسين. نعم. حياة الناس. نعم. طيب يمكن نحن ماشيين على آخر اللقاء، فيعني يعني أنت رأيك شنو بقى في الغلاء؟ يعني الناس دي كلها اشتكت. طيب. الغلاء والأسعار يعني ديل. طيب. قضيتين أفتكر أنه أنتوا عندكم فيهم حاجات كثيرة ممكن تقولوا، الغلاء والأسعار. نعم. طيب الغلاء والأسعار، الكويس أنه الشباب بتاعنا زي ما قدم لنا شهداء، الأولاد صحبانهم ديل قدموا لنا برامج وتطبيقات محترمة جدا، إن شاء الله سترى النور. منهم تطبيق اسمه أبو الرخا، هم وعدونا إنه بكرة الاثنين دي ينزلوه الآن، هم البرنامج كله وتطبيق نزلوه في داتا سنتر مركز المعلومات اللي عملوا له التجربة الأولية، بكرة حينزل. أبو الرخا ده مؤشر بديك دليل تأشيري للأسعار، بيوريك إنه المحل الفلاني سعره كده، وبيديك فرصة إنه أنت ذاتك تضيف وتعدل فيه، وبرنامج سهل جدا. بكرة إن شاء الله يوم الاثنين ده بينزل لكل حملة التلفون اللي اسمه أندرويد. التلفون الثاني لسه دار له فترة. نفس الحكاية برنامج تحسين سلعتي في البروسيس، وإن شاء الله زي ما قلت أنا ما بحب أحد التاريخ، لكن الناس الليلة بتاع المدير بتاع سلعتي أستاذ مجاهد الحسن من هنا نحييه، يعني متهدين الآن هم الآن فطروا رجعوا تاني وزارة التجارة والصناعة وشغالين الآن، هم شغالين في البرنامج ده وقالوا 30 يوم لأنه الناس الداتا حقتها بتدخلها بطيئة جدا، 30 يوم يعني معناها كده. لكن ده كله نقول إنه في برامج كثير جدا حقت أسعار الآن وتطبيقات قيد الدراسة. أنا عايز أقول إنه القانون القومي لحماية المستهلك بيلزم التاجر في إنه يضع السعر، ما لم نضع السعر ونكتبه ما بنحدد الأسعار، ما لم نتعامل مباشرة من المنتج للمستهلك للمستهلك الأسعار بتنزل، المستهلك حقنا استهلكوه وبقى المستهلك، نحن عايزين نرجعه ليبقى مستهلك. فبالتالي هنجتهد كلنا مع بعض، وحماية المستهلك مسؤولية الجميع، وما في زول يقعد في بيته يقول هم لا، حماية المستهلك مسؤولية الجميع، أي زول عنده فرصة يقدم المستهلك ده يقدم له. مهم جدا نحن ننجح زي ما قلت لك، البرنامج حق سلعتي وبرنامج حق أبو الرخا، تطبيقات ثانية كثيرة جدا موجودة على الوسائط، هي سهلة جدا الناس يباروا الأسعار الرخيصة، ويباروا يشتروا من الأسواق المخفضة، يباروا يشتروا من الأسواق بتاعت الميادين، أسواق الحددوها يعني الخدمات والتقييم. دكتور ياسر تغيير عليهم دور كبير جدا عليهم إنه يتعلموا. دكتور ياسر. نعم. اسمح لي يعني في الحقيقة نحن قدمنا عرض وافي وشافي، ويعني كل الناس اللي عملنا معهم الاستعراض يعني أديناهم في الحقيقة يعني ما يطمنوا، يعني احنا طمناهم انه في شغل كثير وفي حاجات جايه كثير. نعم. نحن بنشكرك يعني شكر جزيل، واعتقد نحن حنتلاقى كثير، لانه كل مره احنا عايزين نعرف حاصل شنو، يعني دارين نوري المشاهدين والمشاهدات انه حاصل شنو، يعني عشان هم يكونوا معانا في الصوره. شكرا لك، وان شاء الله يعني تصوم وتفطر على خير. شكرا جزيلا.
أعزائي المشاهدات والمشاهدين، كان ده لقاءنا مع دكتور ياسر، وأعتقد يعني نحن الآن يعني قدرنا فعلا نغطي رأي الشعب، اللقاءات اللي عملناها ورأي الخبير. يعني دكتور ياسر هو خبير في المستهلك والاستهلاك وقضايا الأسعار وهكذا، هو اداكم بالضبط كده حاصل شنو وانه انتم ممكن يعني تتوقعوا شنو. وزي ما قالت الشابة الصبر، ما هو نحن حنصبر عشان في حاجة كويسة حاصلة. طبعا انتم كلكم ملتزمين بالحظر الشامل، ونحن عارفين ومقدرين انه في مشاكل واشكالات كثيرة جدا بتواجه الناس في الحظر الشامل، لكن دي حماية لكم، هذه حماية لكم. نحن عندنا الآن 237 حالة تقريبا يعني، وعندنا وفيات أكثر من 20 وفيات وفاة الله يرحمهم. وإذا نحن يعني نحن قللنا العدد زي ما قال دكتور ياسر بأنه قللنا احتكاك الناس ببعضهم. لو تتذكروا نحن من أوائل الدول اللي قفلت المدارس. شكرا لكم، ونلتقي الأسبوع القادم في نفس المواعيد في الرايشنو.